ليلى 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 يلا اصحي. طيب، حاضر، خمس دقايق بس. يلا عشان السفينة كده هتفوتنا. سفينة ايه؟ السفينة اللي انت اشتريتي تذاكرها امبارح، تايتانيك يا بنتي يعني. طيب، خمس بس كده. اصحي يا بنتي، يا اختك كارما فين؟ كارما في الأوضة التانية، هتقعد كتير بقى ما تسمعش صحيح. انا اللي جبته، امال احنا جبنا خمس تذاكر ليه؟ ايه يعني مهند ده؟ مش عاجبك يعني مهند؟ دي ماما اسمها سهير، وبابا الله يرحمه مات من 4 سنين. واخيرا وصلنا السفينة. وانتوا دايما ماسكين الموبايلات كده، ما تسيبوها شوية بقى. وانت غلطنا كده عليا كل الرحلة ولا ايه؟ اذا انا ايه مكانك هنا؟ وديني معاك. ايه ده؟ السلام ده حلو قوي. ده شمس الشيط التاريخ القديمة. دي في الفيلم. حلو قوي. ايه ده؟ ايه الصوت ده؟ صوت اغاني. خلاص تعالوا نشوف. تعال يا انس. تعالى كار يلا بينا نشوف السودا. لك ايه ده؟ يلا رايك ايه يا زول؟ انت اسكت تسمعه اللي استنجن ولعه، كله يقف جنبي بعده وهديك وربعه، كله يقف جنبي بعده وهديك وربعه. رصي ده السماعات احدف مايك يلا هات تهز كلمات، هنعيش احلى الاوقات مش هنبقى نفسنا، المهم اننا هنعيش مع المزيكا هنعيشها كلنا. ما تيجي 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 ما تيجي 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 ما تيجي نروح طلب نخش لحد ما حدش هيصحينا، ما تيجي نروح طلب نخش لحد ما حدش هيصحينا. تقدر تتكلم زيي، تقدر تتكلم زيي، تقدر تتكلم زيي. طب هز الأزر هز الأزر، تعالى نفسك وسكازا تمسكي نفسك كل مزا. طب طب تمسح نزلها اسحى ليا تمسح تنزل وتعوم دي ماما تلاقيها هتتبسط قوي. روحوا عند الفارة. يعني ايه تروحوا عند الفارة؟ انتوا بتقللوا من مستوانا قدام الناس. انتوا عارفين يعني ايه تروحوا عندهم وترقصوا معاهم وتعملوا كل الحاجات اللي انتوا عملتوها ده؟ معانا ايه؟ ده كريم بقى، وده بيحب يقلش جدا، بس ساعات قلشاته بتبقى مستفزة شوية. دي اسمها رياض. رياض المنفلاطي. جزائر عارفها جزيرة اسمها ايه؟ دي بحرين. بحرين؟ لا هنوصل من اولها. لا انت بحر وانا بحر، ماشي؟ عشان نكون متفقين. حلب الجاموسة. ايه اللعبة دي؟ زي لعبة مونوبولي. ايه ده؟ واو. Thank you.
اسمي ايه؟ مهند. بس انا عشان ماما ده دلوقتي. تقدر تفهمني ايه اللي انا شايفاه ده؟ ازاي؟ ازاي؟ انا لسه شايفهم. امال ده ايه؟ ده ايه ايه؟ انا لسه شايفهم بقول لك. يعني هم موجودين في المكان ايه؟ ازاي؟ انا لسه شايفهم. في حاجة يا ماما؟ انتوا صحيح رحتوا عند الفارة؟ لا طبعا. ازاي؟ انا شايفهم بعيني. في حاجة يا ماما؟ ولا حاجة. مولاي يا مولاي مولاي إنك ذلك مولاي إنك ذلك لقد رفعت يدي. مش شتيمة. جود مورنينج دي معناها عندك كام سنة؟ خلي في مخ. جود مورنينج ولا شتيمة ولا عندك كام سنة؟ دي معناها صباح الخير. ايه رأيك نلعب يوجا؟ يوجا دي بقى شتيمة. لا ايوه دي شتيمة يا عم. لا 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 على فكرة دي مش شتيمة خالص. دي حاجة دي شيماء وطيبة قوي. مين؟ كارما وليلى وانس. ايوه يا ريت. طب من غير مقابل؟ لا ازاي؟ امسك. ايه دي؟ شوكولاته. انا عايز فلوس. ازاي ما بتحبش الشوكولاته يا ابني؟ انا عايز فلوس برضه يا ابني. الشوكولاته دي اعظم حاجه. ماشي هاخد الشوكولاته. عايز فلوس. ماشي. عايز كام؟ ان انت تجيبه. ماشي كده كويس. ماشي تراقبهم لي وتصورهم لي. ماشي. ازاي اصورهم بقى وانا ما بعرفش؟ هديك موبايلي. ازاي ما انا ما بعرفش امسك الكاميرا. ايه رايك نروح حفله الاغنيه؟ So blame it on the night. Don't blame it on me. Don't blame it on me. Blame it on the night. Don't blame it on me. Don't blame it on me. Blame it on the night. Don't blame it on me. Don't blame it on me. Don't blame it on the. خلاص انا معايا مروان ممكن احطه في اكله. جميعا انا مصدع قوي محدش معاه مشان الصداع. اتفضل. حاسس اني عايز انام.
مش قادر مش قادر مش قادر. يلا بينا نسحب الشباك. يلا بينا عشان نسحب الشباك. الفرخه بتاع مرزوق اللي انت كنت مخبيه تحت السرير انا اكلته. اكلت ورخ الفرخه بتاعي. ماشي شكرا. وانت عشان شعرك ما اتحرقش من شراره النار انا اللي مسكت الولاعه بتاعت عبده وحرقته له الورك اسامحك، لكن الجنيه بتاعي اكلت بيه شيبس وكمان بالكاتشب وما عزمتنيش. كل ده طلع كابوس. بسرعه
يا امي يا امي يا امي